جامده جدا في اوقات كثيره جدا. المنتخب الانجليزي كان في موقف محرج بصراحه يعني من احلى الماتشات اللي كانت موجوده في المونديال، والجزائريين عملوا ماتش كويس وعملوا حاجه كويسه، حتى لو ما كملوش للدور اللي بعد كده الناس دي عملت اداء جميل. يعني الاداء اللي اتعمل قدام الانجليز ده اداء هتذكره الناس كلها وبنهنئهم. يعني وهم خارجين كان عندهم احساس انه تعادل بطعم الفوز، وكلنا كان عندنا الاحساس ده. فعلا كانت مفاجاه، وفعلا كان الاداء غير متوقع. يعني التصريحات بتاعت رامح سعدان قبل الماتش ان احنا بنعد ال 2014 وان الماتش مش في دماغنا بتاع الناس، قالت ايه الانجليز هينزلوا بقى يخلصوا 2 3 وياخدوا المجموعه ويخرجوا، انما ده ما حصلش. وعلى فكره هذا هو مونديال المفاجات، ما حصل من الصرب، ما حصل من اليونانيين، ما حصل من السويسريين، ما حدث من عدد كبير من اللي اتعمل في الاسبان، اللي اتعمل في الفرنسويين. كل الحاجات اللي بتحصل بتقول انه الملعب دلوقتي عرقك ومجهودك، ومش بالاسم مش بالشهره. امبارح الجزائر كان فريق ثمنه 2 مليون يورو قدام فريق ثمنه 55 مليون يورو، انما ملوش دعوه، ليه علاقه بالعرق والمجهود. الجزائريين فعلا امبارح شرفونا، فعلا كان اداء جميل الناس كلها ما كانتش مصدقه. يعني محدش كان مصدق الاداء اللي موجود وهذه الرجوله وهذا الضغط. هو لو المنتخب الجزائري بس يعني عندهم حده في اللعب، هم محتاجين قدره على التركيز اثناء اللعب وهدوء اكثر. لا هم الجزائريين عمر ما عندهمش مهاجم. يعني الجزائر انا شفت الاعاده، انا ما شفتش الماتش امبارح، شفت الاعاده النهارده، ما عندهمش مهاجم يخلص الماتش. في الماتشين اللي فاتوا عندهم فرص كتير جدا وبيلعبوا في النص كويس جدا. بس الانجليز كان عندهم روني برضه ما عملوش حاجه. لا روني كان ممسوك بثلاثه. أيوة. روني ما كانش عارف يتحرك امبارح. ثلاثه حواليه كوره، ثلاثه حواليه، بس يعني صراحه اداء جميل جدا، ونتمنى لهم كل التوفيق باذن الله. عندهم ماتش الجاي ماتش مهم، والعرب كلهم مع منتخب الجزائر هو اللي بيمثل العرب في هذه البطوله العالميه. كلنا ورا منتخب الجزائر بنهنيهم، وتحياتنا لمدربهم سعدان، لانه في النهايه كلنا عرب بنحب نشارك ونبارك ونهنئ ونؤيد كل ما هو عربي موجود بيمثل العرب. خلينا ناخد نائب مصطفى بكري، كنا من شويه بنتكلم مع